سوربريز. الفيديو اللي فات كنتو كيسحب ليكم انني كنوجد هذا النهار وشي درت طفار اليوم هذا هو اللي نشوفه. صافي طفيت ماما حكيت ما والو صايبت غير شعري. الشعر صدقت ما وجدوش لي والحق قصني شاع 15 يوم باش المهم غادي بيا عمر. قلت لكم حنا بعنا الطلبي ديال الكوزان ديالو اللي كانت معايا مرتو فطرات معايا اليوم خداها باش يوصلني المطار خوله قبل مرت في الدار عندنا جابوه من المدرسه مع السبع. عندي الطياره معنا 11 ديال الليل وغادي نصبح اليوم دابا الجمعه 11 ديال الليل ركبت يعني 11 ملي كيدخل نهار 7 غدا السبت ان شاء الله نفجر مع 3:30 غادي نوصل 4 هكاك غادي نجي ديني عفاف غادي نمشي عند الدار صافي نرجعوا نعسوا. دايره مع كنزه انها غادي تفطر معاها المهم قنعتها بزاف في الصباح حيت ما نقدرش نبقى نتسنى حتى اللي كنبان بحال مطلع حاج بي راه حاج بي هكاك ما طلعش. المهم غادي تفطر معاها وهي اصلا فاش غتنزل غتلقاني انا في الطوموبيل غنصدمها من بعد باش تكون حيت غيكونوا موجدينش ما جاهزينش. ماما ما دايراش الزيف هادي ماما فاش غتمشي زعما غطلع كنزه من بعد غادي تقول لها جي نصوروا شي فيديو ولا هادي ديك الساعه نقولها لها غادي دير ماما الزيف غادي ندخل حتى هي تصدمها. ولكن كنزه قبيله عيطت بحال كتقلقل فيا حسيت بها كتقلقل فيا واش عافاك زهر قلت لها واش كنزه فهمات قالت لي صافي كنهضروا هكا اش كتعاودي هادي هضرت معايا على واحد الموضوع اخر بصح كاين يعني عيطت لي على موضوع اخر وهي تقول لي شويه قالت لي غدا قلت لها اش كديري قالت لي غدا نمشي فطر انا وعفاف بعد شحال هادي ما تلاقينا قلت لها مزيان زعما انا مالي علاش كتقولها ليا علاش كتعلميني راجلك ضارب عليك خط زناتي. المهم ياك مازل قلت لها ولكن حيدت لها الشك هضرت معاها بينت لها انني في اسطنبول شافتني غدا غنهضر معاهم في الصباح غنهضر مع ماما في شي حيط ديال الدار عند عفاف ورايا حيط بياض ولا شي حاجه هكاك ولا في الناموسيه هكا نتخبى ولا في الدار هكا زعما راني ناعسه باقا يلاه فايقه عييت كذا يعني قطعوا الياس زعما راني في تركيا فهمتوا وغادي نمشي. المهم تنعاود لكم ديتاي التليفون غايطفو خاصني نعطيهم بي سي ار بي دي اف من هنا وجواز تلقيح بي دي اف من هنا. المهم يا ربي ما يتعكش نورمالمون خصني نكون ربع السوايع قبل في المطار ولكن انا دابا 11 يلا وصلت عندي 12 وحده وحده ونص عندي الطياره دونك ساعتين ونص قبل وصلت بقى لي هنا كيلومتر واحد وصلت عفاف كتعيط لها صافي غتقول لي ما غاديش معايا راجلي ما غاديش معايا ولدي ما كاينش ما غاديش معايا حتى نعاود لكم الاسباب. المهم حاليا خليوكم معايا غنصدمهم. غدا عيد ميلادي 7 خديت كادو راسي شنو خديت خديت ليا البيه المغرب شوف والديا اللهم صنق اليوم يا ربي انا جاي عندك مغرب مغرب حبيبنا اش كان كيقول لك بلادنا نننا الحلاق دابا حد نتنفس عاد نقدر نصور لكم فت انا في المنطقه الحره بقى لي دابا غنمشي غير الباب الطياره قربت تقلع شحال الساعه 12:15 الطياره غتقلع مع 1:30 الوغ الباب غادي يكون غيتحل غنشوف دابا انا حيت كيبقى عندي الشك تخيلوا حتى لاخر لحظه كنقول والو انا عندي باسيفير عندي كلشي اخر لحظه كنقول ضروري ما يخرجوا لي شي حاجه فعلا خرجوا لي البوليس جا اخرى لكن حليتها في البلاصه ودزت حيت كلشي عندي قانوني ورغم ان كلشي قانوني فيا الخلعه الخلعه حيت انا عندي العكس يا اختي في مطارات غادي تحل الباب مع الله ربي يعني نص ساعه بقات لي بشحال خاصني ناكل شي حاجه ناخذها امبورتو ناكل وحده فيهم والبيبان اللي غنمشي ليها كابولا كل مهم ها البيبان ترتاحي ترتاحي انا جايه كالمغرب ماما ما تشوف الفيديو صح نكون فاجئة اوف دابا ما عيطوش ليا هضرت معاهم اليوم مزيان في التليفون ما عيطوش ليا في الليل وكلهم عارفين فايقه مع 8 والنهار كله وانا مسخسخه الباب من عارفين النهار كله مسخسخه فتح ما غيدور بيا قلت لها غنرجع للدار غنعس صافي خصني نمشي لبابا حاشاكو التواليت ونهضر معاه غير نيشان مع الحيط وكاين سقي انا ريو المطار يدير ليا الباب فهمتني المرجو الولوج الى هذه تخيلي ندير ليها نهضر معاها في الفيديو نقول لها انا يلا غادي نعس كيما حدا الحيط كيغنعس ما عنديش باكاج جيت بلا باكاج
باليزه وحده اللي فيها الزرابي حط سميت تيكو عمر وجبناه هما. ما عنديش كاع الباكاج. باليزه وحده ديال 15 كيلو اللي صيفطت معاهم وغدا طويله ما عندنا مشاكل معاهم صافي مرتاح. هذا الباب رقم شنو؟ رقم 203 ديال تما 204 صافي سناوني. ضربت بواحد الناس في الطيارة لقيت راسي وصلت أنا جالسة هنا دابا تيكون ديشارجي وخرجت نصور لكم وأنا في الطيارة جالسة كنشوف في الباكاج من هنا ديالي واش خرجت أنا الأولى خرجت أنا الأولى طبعت أنا كلشي ما عنديش شي حاجة متقلة بها خرجت من الطيارة ضربته في دبليكا أنا الأولى جيت لبلاصة الباكاج وجلست هنايا حاط التليفون يتشارجا دابا الناس جوا تما انا خاصني التليفون تشارج ضروري باش نهضر معاك كلش كنشوف قريبا اليوم اذا كان باجا جبال في بالي ست وحده انا الزا كرفات البرا دابا 23 في المغرب 25 في تركيا باقا طالع ليا هادي في تركيا توقيت تركيا ايوا هنا جيت نمونطي ليكم لقيت الصوت والو هنا عفاف دخلت الناس ما بغيتش باش نديرونجي هضرت غير بشويه لقيت الصوت ما كاينش بتاتا عفاف وجدت لي هنايا بلايصه هذا بيت بنتها شمس وجدت لي بلايصه باش نعس حدايا الشارجر الله بلاصه ما عاودتش لكم عرفتوا كي جاتني مريحه اصلا هذيك ناموسيه رطبه وداكشي مع ناس في الطياره كانوا جوج كراسي حدايا خاويين وتشبحت فيهم كانوا قاصحين وعظامي طحطحوا عليا جات لنا موسية مريحة. المهم الخطة ديالنا هي انني جيت دابا الربعة دابا انا كنت قلت لها جاب الله قلت لها شوفي جي ليا تا الربعة الربعة ونص راح الطيارة غتنزل مع الثلاثة ونص غادي نكون سميتو اش قلت لها غادي نكون يعني ساعة لداخل كتسخسخي الله يلاه قالت لي هي لا راه نص ساعة وداكشي انا عني فات كتسخسخت ساعة جاب الله ما سمعش ليا وجات مع الربعة انا راه الطيارة نزلت مع الربعة وتولت ما عندي لا باكاج لا والو ديال الكابين الناس كيتسناو باكاج وما ينزلوش شادين الصف انا نزلت عفات من الطيارة مشيت طبعت انا الاولى باقا خاوية ديك البلاصة كاينة انا وداك البوليسي مشيت جيت الباكاج جلست شوية بانت لي باليستي خرجت صدقت خارجة مع ثلاثة ونص تسنيت نص ساعة حتى للربعة هادشي ما سمعتش ليا وجات مع الربعة كون جات الربعة ونص كون بقيت منشورة ساعة والصراحة ضربني البرد صمكني فاش بقيت تما كان البرد دابا عرفتي كنعطس نعطس يلاه بان ليا النهار الثاني ديال المغرب عاد بان ليا انني ضربني البرد. المهم وهذا البلان اللي دايرين انا عفاف هي انها خوله جيت المغرب باقي لاصق ليا سميتك فم حيت هي اللي كانت حدايا تما ديما خوله دارت معايا كنزل الفطور ولكن كنزف بحال فهمات جات خوات بقى قالت لها ماما راه مجده قريبه تجي جايه واحد السيده تخمل الدار خصني نبقى مع ماما ونعاونهم ما نخليهاش بوحدها خوات بقى عفاف قلت لها انا ما تانسيستيش سينو غتعيق قالت لها صافي ماشي مشكل مره اخرى سينو كانت زعما غادي تجي باش تفطر مع عفاف غادي تلقاني انا ندير سوربريز فدابا البلان مشى انا غادي نجلس نمونطي لكم فيديو هنا اولا غادي نعس هادشي اللي كنت كنقول لكم زعما في هذا الفيديو كنعاودو لكم صافي غادي باش تنفيقوا ان شاء الله وديك الساعه نشوفوا نديروا الكنزه بلا مش نتلاقاو معاه هنا بالنسبه للفم عرفتو كنبقى ندير كريم ديال نيفيا مع الفم مقشر وداكشي كيبقى لاصق ليا هذاك اللون ديالو كنبقى بحال كل مره راني كنعكر وهي اخر تعكيره راني عكرت فاش قبل ما نركب الطياره اخر ماشي تعكيره يعني اخر مره درت الكريم نيفيا قبل ما نركب الطياره يعني داز على هذا بس 6-7 سوايع ما كيتمسح صافي كرم ليا حتى جيت المغرب درت لي فازلين عاد دابا شويه. المهم باغا نمونطي لكم فيديو كان هنايا كيقول لي واحد المخ ضرب عليا بواحد الناس وخا ناس 6 سوايع ديالي في الطيارة ما
انا التليفون ولا ما كيكابش 30 ثانيه. ولكن كيسان كيعطيكم زعما ديال هادي الجاج مع النار خديتو من عنده شريتو من جسمه ما عندوش غوبلي ديال اتاي كويسات ديال اتاي مشحر صباح الخير عليا وعليكم ناري المغرب الصاد 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 جابنا جبت غير حوايج الصاد انا جبت لي شي جوج ثلاثه بياسات ديال الصاد باش نلبسهم جبت الشي الاخر المهم صباح الخير عليكم دابا صمقني البرد في المطار حيت الحاد قلتي ليا شوفي تا قلت لها قلت لها جاب الله التي بعدا جيتي مع الربع كون جيتي مع الربع ونص نالي ساعه تذكرتي. المهم فقنا دابا حنا غاديين عفاف عندها شي خدمه ودابا مع باقي الله 9 الصباح قرا 9 ولا 10 10 مع 10 الصباح داكشي ما غاديش نقدر نفاجئهم في الصباح هادي غنمشي معاها عندها شي خدمه كاليفورنيا داكشي وقلنا كنا غندوزو نفطرو داكشي تلاتة وزين ناخدو حريشة ولا عند المول المحلابة ناخدو داك الحرشة بالعسل ولا شهيت هداك النص ديال المحرشة اللي كيكون فيه بيض مسلوق وفرماج حمار كاشير داكشي خدينا حريشات كويسة ديال اتاي غادي نفطرو بلاتي نتوقد ونرجع ليكم غزالي انا ولا عندي التليفون هذيك 20 ثانيه الاولى ما كيكابطيش الصوت كنبقى نتسنى فيها حتى حتى الحمار كتكون في الفيديو ياك فاش كيبدا عاد كيبدا يتجهد الوغ انا كنبقى نتسنى دابا هي 23 حتى كتكمل 25 ثانيه بعض المرات كنسى كندير وكنبدا نهضر ما كتسمعش صافي دابا بدا المهم انا جيت مع عفاف دابا كانت عندنا خدمه حيت كان الصباح بكري وما لقيتش كيفاش ندير كنزه خوات بها ما لقيتش كيفاش ندير دابا عيطت لماما قلقلتها كنزه في الحمام قالت لي مشات مع 10 دونك دابا الوحده غادي تكون يا رب مادام باقي ما رجعتش دونك باقي ما خرجتش كنتمنى نلحقوها قلت لها في حمام التركي اللي وراه انا توحشت ثاني شي تحمحيمه بحال هكا باش ما يبانش راني كنقلقل خاصنا نمشيو دابا حنا انا عفاف غادي يعني لو حصلنا قدام باب ديال الحمام راه غندير لها هي سوربريز ونقول لها سيري للدار دابا دير ماما زيفها وداكشي باش تكون سميتو قول لها زعما اجي نصوروا فيديو باش دير الزيف ديالها وداكشي وعاد ندخلو حنا صيفط لنا ميساج قلنا طلعوا صافي ديك الساعه بابا راه في الدار التحسانيه بوحدو يا ربي فاش كنزه غادي نشوفو غادي نقول لها ما يكونوش بجوج باش كل واحد نديرو ليه صدمه بوحدو ماما الفوق عاد نهبطو نديرو صدمه لبابا لتحت وغادا واحد بالواحد وهانتوما معايا على الدريبه هذا ما يبداش يكابطي الصوت قريب الدور انا نوريكم على الدور صورت لكم هاد اللقطه خصيصا غير باش نقول لكم والنهار اللي جيت للمغرب بدا يكابطي الصوت لاحظتوا كاع الفيديوهات بقيت كنتسنى انا نورمالمون كنقطع لكم ديك 20 ثانيه الاولى كنبقى نتسنى حتى كتفوت 20 ثانيه يبدا يكابطي الصوت كنبدا نهضر ابري في المونتاج كنقطع لكم ديك 20 ثانيه الاولى وكنبدا لكم من البلاصه اللي بديت الهضره بحال راني يلا بديت الفيديو ولكن لاحظتوا في هذا الفيديو ديما كنتسنى خليت لكم دوك اللقطات حيت كابطه الصوت يعني فاش ما كيكابطيش الصوت كنحيدهم انا حيت كابطه الصوت خليت لكم دوك اللقطات اليوم النهار كله وانا كنتسنى يعني هذاك هاد النهار اللي كنصور لكم اللوب النهار كله وانا كنتسنى 20 ثانيه فلا خرجت من الموطور لقيتو كلهم كابطه لهم الصوت يعني بقيت غير هكا كنتسنى كون هضرت كون راه مزيان يلا شوف ركز جا المغرب هو يتوقد حتى هو كان بوشي ليه البارف هو ديال المغرب جا معاه ندورو من العكس هي نقدروا ندورو من هاد الدوره اللي الدوره اللي من وراها ولا نقدروا ندورو من العكس اجي ندورو من هنا هادي لا الثانيه حتى هادي تقدر دور من ولكن ايه توحشنا الدرب المهم بنات هضرت مع ماما ابيل فيديو عيطت لي هي وكنزه كنزه خرجت من الحمام كاينه في الكوافير جاب الله الراس ومعيطوا ليا معيطه ليا كتقولي واش غدخلي لواحد القرعه هادي وجاوبيني باش نجاوب الناس غتبدا القرعه وداكشي صدقت دايره فيا المزيان المهم
بانت لي باقا دايره الفوطه في شعرها، دونك كانت كتسنى النوبه. حنا عفطنا من كاليفورنيا لهنا دوري على اليسار، اول صالون هنا على اليسار. المهم قالت لي ماما، المهم ما عرفتش شنو ها هي الطوموبيل ديالنا. ها ها دابا خصنا نشوفوا شي بعلوش. شوفي انت غير صوريني نشوفوا شي بعلوش من هنا. بلاتي ندخل عليها الصالون؟ لا ندخل على الصالون. كنزي شوفي غتشوفني الكره كيشوفونا من الداخل. زيدي لقدام كره من الداخل كيشوفوا. كنصدقوا دايرين كسيدير مخ. سيري 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 لهنا ورا الطوموبيل. وين مشات بلاصات لي قدامها؟ سيري ضربي الدوره سيري. اوف واش ندخلوا على الداخل؟ اجي ندخلوا على الداخل ولكن ندخل انا الاولى شاد الكاميرا، حيت الا دخلتي شاد انت غتشوفها غادي الرياكسيون ديال ما نشدوها. اولا غيكونوا البنات وغيكونوا البنات الا كانوا محيدين معريين شعرهم وداك الشيء، نتسناو تخرج نمشي نوقف عليها. مع تبان لي خرجت من الصالون ودونك ستاسيون قدام. دوري 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 اه دوري انا. سيري تحمست مزيان ملي شديناها. دابا باش هي غادي تقاد لينا ماما، باقي مول مالكيش باقي هنا، باش هي غادي تقاد ليا البلان ديال ماما. هي غادي تطلع وتقول لها اجي نصور. اجي نقول لها خرج اجي عادي. عادي شنو؟ عادي لقينا طوموبيلتك مروضه. لا من الاحسن الصالون يقدروا يكونوا فيه البنات دايرين الزيفون. لا تخرج عندك كنزه هنا نقول لها شكون مولاش طوموبيلك حنا راه دخل فيها شي حد. بلاتي خليها تصايب شعرها تقول لك صورتوني كره دايرين لها مقابط في راسها وداك الشيء. اه خليها معلش كاع. لا بلاتي انت انت غير شدي ليها اجي وراها. نيت كان وراها شي حاجه. سيري صوريني اختي انا انت. سيري بلاتي غادي ندق من الجنب ملي تخرج شي بنت انا راسي. لا 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 صافي انا ندبر على بنتي انت غتصوري. شوفي البلان هو ان نصيفطو لها نقول لها راه عافاك بغيت ندير مكالمة كاينة هنايا في الصالون. قولي لها عافاك شكون مولات الطوموبيل كحنا دخل فيها شي واحد. مولات الطوموبيل كحنا هنا دخل فيها شي واحد. شكرا اختي حسيت حبت الحرام خاويه بيا. تقول لها دير زيت. واش كدمعي دابا؟ ما فهمتش. هاد البغلانه قلت غنشوف هاد البغلانه باش نتعصب. تعصبت. دابا هاد البغلانه ما تعصبتش. دابا كنت تعصبت في المحل الجاي. قلت لك هاد البغلانه كنت تعصبت كنبقينا ندمعو مزيان وانا تعصبت. اخر شي تجري. ما غاديش نتعصب معاها. هذاك الشيء علاش جينا عندك. واخا كتبان زوينه. ها باقا كتباني زوينه. صافي نقطع نقطع. يا ربي تسمع الصوت. يا ربي تسمع الصوت. جالسين شادين في كنزه جالسين على هننك هننك. بلاتي تزيد وجي حداها لي. سير سير حداها الله يصف. يلا يلا وصلت 23 ثاني. اي اي غتخرج فينا. وهي ويني وهي ويني. سير سير حداها دغيا قبل ما تخرجي. شوف البركه واش الله ما خلاتك تخرج. قولها تسني. لا ما خلاتناش. اي هاي هاي اي هاي هاي على كنزه تعلمت تسوق. هننك هننك هننك. شنو كنقول اخر صغار على الدراري الصغار؟ هكي لي هكي هكي ليها ماما ما عرفت شنو هي. تقولوا بس كلاكسون كنزه. اوه
شوفي الدوره دايره دوره عالميه دوره كيكار باش دور من هنا دوره صغيره غتعقد جوجوني باش دير دوره صغيره وسيري تديري فيها انا ترموك انا الطوبيل عندي طويله لا دوري دوري هكا دابا دايره كنزه دار الدوره عالميه ولا تراجع مع شارين غادي داير كانت بغات تشنيش نير على الصاد صاحبتي مضايره يا ستي مدرستي قريت فيها الكاتريام والسانكيام والسيزيام لا سيزيام مشيت لا حتى سيزيام قريتو فيها يا هكي لي وها لالا وها ماما غتقارنا غتزيد من ما غتزيد من لا لا زاد ويلي مشيت عامين ونص على بلاش طاجي مارت كنقول اسامه دار فيها البيرمي كنزه دارت فيها البيرمي اسامه دار 18 عام كنزه ما عرفتش شحال دارت حتى هي كبروا فوق راسها حنا دابا غاديين غتطلع هي توجد لينا ماما تقول لها اجي نصوروا فيديو داكشي باش دير الزيف باش انا نطلع نصدم المهم ما بغيتش نطول عليكم فيديو بزاف انا ودارنا دابا ندير لكم النهايه حيت بقيت كندير لهم مفاجات كل واحد بوحدو ماما فاجاتها بوحدها من بعد جا بابا فاجاته بوحدو من بعد شي صايقنا اسامه فاجاته بوحدو ما بغيتش يكون طويل بزاف داكشي اش غنسالي دابا حتى الفيديو ديال غدا ان شاء الله وغادي تشوفوا فيه ردات فعل ديال ماما وبابا ماما كان غيسكت ليها القلب عرفتو يا ويلي عرفتي كنت غنسكت ليها القلب وحق الله كانت مفاجاه زوينه والله الا عرفتي ارتحيت لواحد شي كيجي بلاد وما كاينش احسن من بلادك شكون كنزه انا فين مشيتي ماما الحانوت واش ما قلتيهاش نمشي انا مشات ماما الحانوت كنت نمشي معاك ولا نمشي انا ماما عاد غبرات كيسحب ليا البطاطا للدار التحتانيه وهي مشات الحانوت المهم اش كنت كنقول لكم هو هذا بالمناسبه نخلي لكم قناه ديال ماما اختي كنزه غنخليهم لكم في صندوق الوصف وخلي لكم الانستغرام ديال اختي كنزه حتى هي بيان سور صورات حتى هي فيديو داكشي المهم هو هذا بسلام عليكم نتلاقاو في فيديو جاي كنبغيكم بزاف وهو هذا باي باي.